أنا أعتبر أن ما قاله السفير عمر هلال هي نصيحة أخوية من أنجار حز في نفسه ما وصلت إليه الجزائر التي جعلها نظام تعيش خارج الزمن، لأن بعد 50 سنة من دعم المشروع الانفصالي في المغرب النظام فشل، وهذا الإقرار بالفشل يعني يشهد له العالم بأن النظام الجزائري لم يستطع تنفيذ أجنداته وإنجاز مشروعه الوهمي في وجود دولة بين المغرب وموريتانيا. كلام عمر هلال هي الحقيقة التي يجب أن يعي بها كل الجزائريين الذين ورطهم النظام في نزاع أضاع عن الجزائر فرصا تاريخية في تحقيق تكامل سياسي واقتصادي مع المغرب مع باقي بلدان شمال أفريقيا. طبعا كلمة عمر هلال اللي هي كلمة قوية جدا وتاريخية تكرس أيضا سياسة اليد الممدودة الملكية التي دائبة جلالة الملك محمد السادس علي يعني إظهارها وتقديمها للجزائر منذ سنوات من أجل حوار يعني دون شروط، من أجل حوار صريح